بنهايه الموسم اللي هي بتاع الموسم الرياضي بتاع الاكاديميات عموما 30/4 المفروض يكون اخر يوم عشان الامتحانات واجازات اللاعبين واولياء الامور طبعا يرتاحوا من الموسم الطويل ده. احنا حقيقه الان تقريبا ختمنا اكثر من 20 اكاديميه على مستوى الجمهوريه، وكانت اخرها الحقيقه مركز شباب الجزيره ومدينه نصر، ختمناها على يومين عشان عدد كبير، والان احنا في الشيخ زايد وختمنا التجمع كمان. الحقيقه يعني تواجدنا كلنا، كل نجوم النادي الاهلي ورموزه المسكين الاكاديميه، كابتن اكرامي، كابتن فتحي مبروك، كابتن محسن صالح، كابتن فوزي سكوتي، كابتن محمود صالح، كابتن احمد عبائي، وجود هؤلاء النجوم في يوم زي ده كده او في الاكاديميات عموما بتدي انطباع على الناس على النادي الاهلي، واخدها برضو عمليه ترتبط بالنادي الاهلي وبرموزه. مشقه كبيره جدا في انك تتواجد في كل الحقيقه الختام في كل الاكاديميات، انا حقيقه تواجدت في 99% منها، فكان حقيقه فتره صعبه جدا حقيقه، وفي اسوان وفي الغردقه وفي اسكندريه وفي دمياط في الصعيد في سوهاج، ورحنا المنصوره الحقيقه في كل، انا مش عايز اعدد الاكاديميات لكن تواجدنا في كلها. وانا بشكر كل زملائي اللي حقيقه تواجدوا معايا فيها واللي انا ما تواجدتش معاهم فيها، بس انا بقول الحقيقه رساله بقدمها للنادي الاهلي عموما وجماهيره في من خلال القناه طبعا. الاكاديميه الحقيقه اصبحت قاعده كبيره جدا او بيلر او عمود من اعمده القطاع الكره القدم في النادي الاهلي. الان حقيقه فيها كم كبير جدا من اللاعبين المميزين، انا بقول كم كبير من اللاعبين المميزين، واتمنى ان يكون هناك استثمار لهؤلاء اللاعبون لانهم موجودين معانا، واحتمال السنه الجايه يعني ما يكونوش موجودين، بس احنا هنحاول ان نبقي عليهم دائما في امل انه يكون لهم دور كبير جدا في القطاع. ودي حاجه جد حاجه انا بقولها يعني عشان بس اوري اهميه حقيقه الكم الكبير من اللاعبين دول اللي احنا حصرناهم تقريبا، فاتمنى ان يكون هناك نوع من الاستثمار لهؤلاء اللاعبون مستقبلا يعني، وانا ان شاء الله هحاول اعمل لهم اختبارات ثانيه بحيث انه برضه قطاع الناشئين يبقى متواجد معايا فيها عشان نحاول ناخد افضل اللاعبين اللي موجودين في الاكاديميه، على وعسى ان شاء الله نعيدهم السنه القادمه في بطوله الاهلي بيه. الحقيقه اللي بشكر على منطقه القاهره انها ساعدتنا فيها بحيث اننا دلوقتي عندنا مجال اننا نعيد من حوالي 140 ل 150 لاعب ان شاء الله العام القادم وبالتعاون مع قطاع الناشئين. الحقيقه انا عندي اجتماع مع لجنه التخطيط بقياده الكابتن محمود الخطيب، واحنا ان شاء الله هنعرض عليه طبعا تقرير كامل على الموسم السابق مقارنه بالمواسم السابقه، ونشوف بقى الحاجات اللي ممكن من خلالها حقيقه في افكار جديده جدا حقيقه الحقيقه لجنه التخطيط بلغتنا بيها اننا ازاي كمان ندخل في الشق الاجتماعي للاعب، في الشق العلمي، الشق الاكاديمي للاعب، ونقعد مع اللاعب ونشوف هو الامر محتاج ليه، اذا كان في تقصير منه في المدرسه او في المذاكرات او في الحاجات دي، نحاول ان احنا برده نجيبه برده، ونحاول بجانب التدريب نعمل له حاجه زي جلسه خاصه بحيث اننا نساعد اولياء الامور مع بعض، لأن كرة القدم واللاعب ممكن يكون استجابته مع المدرب ومع الأكاديمية لها شكل مختلف مع استجابته طبعا لولي الأمر، ودي ممكن تساعد شوية كده الحياة أولياء الأمور في أن أولادهم برضو يكونوا مميزين، ونعمل لهم مكافآت ونعمل يعني مناظرة تعليمية ليهم كمان، ونعمل حاجات فيها منافسات من خلال الدروس اللي بياخدوها، ودي حاجات إن شاء الله في طور التجهيز لها، وإن شاء الله بإذن الله لما تخلص إن شاء الله هنعرضها، وبإذن الله هنبدأ الموسم القادم إن شاء الله من 1/6 هتبدأ بعض الأكاديميات تستقطب الحيال الاشتراكات الجديدة، وإحنا إن شاء الله في القاهرة عموما مش هنقدر نبدأ قبل 1/7 عشان عندنا في أجازة العيد الكبير، فدي هتعطل شوية، فإن شاء الله هتكون كمان كل الملابس جاهزة وكل الحقيقة الأدوات والحاجات الخاصة بالأكاديميات جاهزة قبل الموسم إن شاء الله ما يبدأ، عكس ما حصل السنة دي تأخرت الشركات اللي كانت قائمة بالملابس، في حقيقة بعض التأخير كان موجود وده سبب إزعاج كبير جدا لأولياء الأمور، كان السنة دي إن شاء الله مع بداية الموسم كل الأجهزة الحقيقة والأجهزة والأدوات والملابس هتكون جاهزة إن شاء الله، وأنا بشكر حقيقة النادي الأهلي عموما في كيفية إنه وفر هذه الأمور قبل البداية بفترة طويلة جدا، وأنا بشكر حقيقة برضو الحقيقة الدكتور سعد شلبي في تعاونه المثمر معانا لنستقبل الأكاديميات من جميع أنحاء المحافظة، بيجوا الحقيقة النادي الأهلي في الجزيرة وحقيقه بيتصوروا مع الكؤوس ومع النجوم، وبيشوفوا بقى استاد مختار التتش، ودي حاجه جميله جدا انه اللي بينتمي للنادي الاهلي يشوف المقر الرئيسي بتاعه الذي تم انشاؤه عام 1907. حقيقه بشكر حقيقه مجلس اداره النادي الاهلي برضو كمان في توفير كل الحاجات اللي احنا بنطلبها، وتحياتي للجميع وشكرا جزيلا. وانا جاي استمتع بالمنظر الحلو اللي احنا شايفينه،
أولادنا الصغيرين والعائلات موجودة ونشاط مستمر طول السنة. فإن شاء الله باستمرار نشوف التجمع الحلو ده ويكون الكل راضي عن عمل الأكاديميات، وإن شاء الله في القريب العاجل يعني نشوف الإنتاج بتاع الأكاديميات ده في صفوف فرق البراعم والناشئين ثم الفريق الأول بإذن الله. فدي فرحة بالنسبة لنهاية الموسم، احنا بنشارك ولادنا وبنشارك أهليهم هذه الفرحة بتواجدنا، وبنبعت برضو رسالة انه الكل من أصغر عضو لأصغر مسؤول لأكبر مسؤول في النادي مهتمين بهذا القطاع، وبنعمل بقدر المستطاع على انه يبقى قطاع ناجح وقطاع مثمر ويكون كل اولياء الامور راضيين عن العمل اللي هم بيشوفوه كل يوم. انا عايز اقول لاولادنا الصغيرين يعني كل النجوم الكبار اللي انتوا بتشوفوهم في التلفزيون وتسمعوا عنهم، وانا عارف ان انتوا دلوقتي كمان يعني غيرنا احنا الاجيال الكبيره كانت بتتفرج على النجوم المصريين، انتوا بتتفرجوا على كل نجوم العالم في التلفزيون وفي القنوات وفي الدوري الانجليزي والدوري الايطالي وانا قابلت اولاد صغيرين حافظين اسماء لاعبين وحافظين اسماء انديه وحافظين اسماء كبار المدربين وحافظين ترتيب الانديه والمنافسه على البطولات، شيء جميل جدا وثقافه حلوه قوي بيتابعوها الاولاد الصغيرين. فانا يعني سعيد بهذا الفكر الجديد، واتوقع انه بتطور الإمكانيات يعني الإمكانيات المتاحة لولادنا الصغيرين دلوقتي أكتر بكتير جدا 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 من الإمكانيات اللي كانت موجودة للأجيال السابقة. فأنا متوقع ومتفائل بأنه ولادنا اللي هم بيحضروا بيتمرنوا وبيتفرجوا يعني مع السنين هيبقى في حد هيجي يتفرج عليهم وحد هيكلم عليهم وهيبقى هم دول نجوم المستقبل ان شاء الله. هذا الحدث فعلا بيسيب اثر كبير جدا جدا في نفوس اولياء الامور وفي اللعيبه، اللعيبه الصغيره حتى ما بيصوروا كده وبيشوفوا نفسهم في قناه الاهلي بيبقوا سعداء جدا لان هم عندهم انتماء للنادي الاهلي واولياء الامور ايضا عندها انتماء للنادي الاهلي. احنا هدفنا الحمد لله يمكن برضو من خلال تدريبات المدربين كلها الارتقاء بالمستوى الفني للولاد دي على اساس يبقى عندهم هدف، الولد يبقى عنده هدف وعنده طموح ان هو يستمر وان يلتحق بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومن خلال قطاع الناشئين في النادي الاهلي ممكن بقى يبقى زي الناس اللي مرت عليها كتير قوي في حياتي ان هي كانت في قطاع الناشئين وابتدت تلعب درجه اولى ابتدت تلعب منتخب. فاتمنى كتير قوي من لعيبه الاكاديميه ان شاء الله تتمنى كده، اتمنى ان هي تلتحق بقطاع الناشئين في النادي الاهلي وتستثمر وجودها في قطاع الناشئين تبقى تلعب في الفريق الاول وفي المنتخبات ان شاء الله. الاحتفاليه حفل ختام طبعا احنا يعني بقدر الامكان في كل الاكاديميات في كل الفروع بنحاول حفل الختام ده برضو على اساس اولياء الامور تبقى موجوده، وبشكر اولياء الامور جدا جدا على التعب والمجهود اللي بيبذلوه، بشكر الولاد ان هم برضو بينتموا للنادي الاهلي وفي نفس الوقت عايزين يرتقوا مستواهم الفني بيتعلموا من المدربين. والفتره اللي جايه ان شاء الله برضو هيبقى فيه شغل كويس جدا جدا على اساس ان الولاد دي برضو عايزينها تبقى مواهب وعايزينها ان شاء الله نقدر كقطاع اكاديميه نقدر لو ما التحقش الولد بقطاع الناشئين في النادي الاهلي نقدر نسوقه بره. يعني احنا بدانا الموسم من 15/6 موسم طويل شاق، الاشتراكات الحمد لله السنه دي زياده عن السنه اللي فاتت، ودي ميزه كبيره للاكاديميه السنه دي. وبصراحه الكابتن شطه والكابتن فتحي وكل المشرفين على القطاع كابتن اكرامي كابتن فوزي مش عايز انسى حد كابتن محمود صالح ربنا يشفيه بذلوا مجهود كبير جدا السنه دي معانا وعلى طول متابعينا وعلى طول ارائهم بيقولها لنا وشغالين معانا على طول من اول السنه، واحنا لو في اي حاجه بنرجعهم فيها. الحمد لله الفتره دي اشتغلنا كويس، عندنا من مواليد 2018 و19 لغايه 2006 و7 عملنا موسم كويس جدا. كمان بفضل الله السنه دي قدرنا نعمل دوري في نص السنة، عملنا دوري قوي جدا، استدعينا حوالي 12-13 فرقة من خارج النادي من أول مرحلة 16 سنة لغاية 2012، عملنا دوري قوي جدا، دورة كانت ناجحة جدا، الناس كلها اتبسطت فيها، الحمد لله عملت رواج كبير قوي للأكاديمية، وأنا شايف إن الأكاديميات السنة دي كلها كل الأفرع الحمد لله كلها ناجحة وكلها ماشية للأمام. وعايز أقول بس إن إحنا فعلا عندنا مواهب كتير جدا،
يعني انا من عندك بنادي الكابتن وليد سليمان، الكابتن بدر رجب، الكابتن محمد شوقي، الكابتن تامر حفني، مسؤولين عن القطاع، يجوا ويبصوا ويشوفوا هيلاقوا فيه فعلا لعيبه ممتازه وهتفيد النادي الاهلي وهتفيد مصر لقدام. انا مش بقول الكلام ده كده من عندي او انا بجامل الناس، لا بالعكس، انا اشتغلت في القطاع وعارف وشفت المستويات. لا، في مستويات رائعه جدا، ما بتقدرش تروح الاختبارات هناك في النادي، ما بتقدرش تروح المسافه الطويله اللي هناك، فبيجوا هنا بيستسهلوا المكان. لكن في لعيبه فعلا ممتازه، وده اللي احنا بنتعشمه، ان السنه دي ان شاء الله باذن الله يبقى في اندماج مع القطاع، يقدروا يبصوا على اللعيبه كويس، يقدروا يشوفوا اللعيبه كويس. الحمد لله، يعني انا شايفها موسم ناجح باذن الله، واللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. احنا عندنا الاكاديميه متقسمه قسمين، قسم ممارس وقسم اللي هو اللي بنحاول نسوقه للنادي. الممارس ده هو كده كده بيدفع، احنا ما بنعملش اختبار، هو كده كده بيدفع الاشتراك، بيجي نعلمه كرة القدم، اساليب كرة القدم، اساسيات كرة القدم، اللي بيكمل فيهم ويقدر يبقى هو جواه عاوز، فاحنا بنشتغل معاه عشان نقدر نوصله. في لعيب تاني بيجي لك هو اساسا عنده الموهبة وعنده المهارة، احنا بنحاول نطورها له، بنطور له زيادة، بنشتغل مع المدربين، بيجي لنا من الكابتن شطة والكابتن فتحي، بيجي لنا برامج بنشتغل عليها واحنا بنقول لهم عليها، بنحاول نصلح اخطاء كل مدرب، بنحاول نصلح اخطاء اللعيبه. انا بس هي اولياء الامور لما يجيب ابنه لازم يبقى هادي شويه وما يستعجلش عليه. يعني ياما في لعيبه كبيره لعبت وهي في سن كبير او اكتشفت في سن كبير، لكن اللعيب وهو في سن صغير سيبه يلعب وسيبه يتمرن وسيبه يعني يفرح بطفولته ويفرح بتمرينه ويفرح، ما تضغطش عليه، لان الضغط النفسي ده بيخليه يقل مستواه، ما بيبقاش بيلعب براحته، وهو حاسس ان انت ضغط عليه بره، المدرب ضغط عليه من جوه، فما بقاش مركز يركز معاك ولا يركز مع المدرب بتاعه. فهي دي بس النقطه اللي بقولها لاولياء الامور، لكن برضو الحمد لله احنا عندنا اولياء الامور كلهم ناس محترمه، ناس هاديين، متقبلين الوضع تماما الحمد لله. يعني كان موسم رائع بالنسبه لنا كلنا.